أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي تنوع بعيدا عن السياسة. افتتح المتحف الطبي في مدينة قونيا بتركيا، والذي يوفر معلومات عن الخدمات الطبية المقدمة في أثناء المعارك للجنود الجرحى والمصابين. ويجسد المتحف الطبي الخدمات الطبية التي كانت تقدم للجنود الأتراك في معارك جناق قلعاء الشهيرة التي انتصروا فيها على جيوش الحلفاء عام 1915، حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزيلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل. أنهى الشاب الفلسطيني يوسف أبو عميرة دراسته الجامعية من كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بمعدل ممتاز 92.5، متفوقا على أقرانه بالإرادة والتحدي لظرفه الخاص. كما احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتخرج الشاب يوسف أبو عميرة وتحديه لظروف يجدها البعض مستحيلة بسبب ولادته بعيب خلقي بلا أطراف يدين ورجلين. بدأ في تركيا الإنتاج التجاري لجهاز قادر على تشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال 10 ثوان، معتمداً على التقنيات التكنولوجية النانوية. الجهاز الجديد طوره باحثون أتراك بجامعة بيلكنت بالعاصمة أنقرة. وقالت أسين أقبنار المديرة العامة للشركة المنتجة إن الجهاز أظهر كفاءة بنسبة 99% في اكتشاف فيروس كورونا، وأن عملية الاختبار تتم بأخذ عينة من البلعوم ومن ثم وضعها في الجهاز ليتم الحصول على النتيجة خلال 10 ثوان. شارك فلسطينيون من ذوي الإعاقة في بطولة محلية لكرة التنس الطاولة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وشهدت البطولة منافسة عالية بين المشاركين الذين بلغ عددهم نحو 60 لاعبا ولاعبة. وقال عضو اللجنة البارالمبية الفلسطينية إن المنتخب الفلسطيني لكرة الطاولة من الأشخاص ذوي الإعاقة مميز وله إنجازات متعددة، حيث شارك قبل عامين في بطولة بالسعودية وحقق عددا من الميداليات. يقدم مطعم في ولاية شانلي أورفا جنوبية تركيا وجبة من كباب الكبد مجانا لكل مواطن يتلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا. وأطلق صاحب المطعم بكر يوكسيك ليلى حملة في الولاية بهدف تشجيع المواطنين على تلقي اللقاح بالتعاون مع المؤسسات المعنية. وقال ييلا إنه قرر إطلاق الحملة التي يدعو من خلالها المواطنين إلى تلقي اللقاح وعدم الانخداع بالمعلومات الخاطئة والمضللة. هذا ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة 3 أيام في ساعات الظهر وسط ترحيب من المواطنين. صمم أرول ماثور الطالب في مدرسة ثانوية بسان فرانسيسكو نوعا جديدا من معدات مكافحة الحرائق يسمى مدفأة الحريق ذاتية التنشيط ويطلق عليها اختصارا فايس. وقال أرول إنه فكر في بناء مدفأة فايس بعد انتقاله من نيوجيرسي إلى كاليفورنيا ومشاغلته من كثب. كيف يمكن أن تكون حرائق الغابات مميتة؟ وكيف أن مئات الآلاف من الأشخاص يخلون منازلهم كل عام للفرار من حرائق الغابات؟ هذا ويمكن أن يساعد هذا الجهاز على إخماد الحرائق دون الحاجة لوجود أي شخص، فهو قائم بذاته ويتم تنشيطه بالحرارة على وقف حرائق الغابات وغيرها. عثرت السلطات التركية في ولاية قيصري على غرفة دفن تعود للحقبة السلجوقية، وذلك من خلال عمليات حفر نفذتها البلدية. وقال مدير الثقافة والسياحة بالولاية شكر دورسون إن عمليات الحفر بدأت تحت إشراف مديرية المتاحف.
وأسفرت عن اكتشاف غرفة الدفن التي يعتقد أنها تعود للعهد السلجوقي بعد عمليات الفحص الأولية التي أجريت عليها. هربا من إدمان مطالعة الجوالات والأجهزة الذكية، قام مجموعة من الشبان في ريف حلب شمالي سوريا بافتتاح مقهى ثقافي تجمع رواده الجلسات الحوارية وقراءة الكتب ومشاهدة أفلام السينما. يحاول القائمون على المقهى الذي أطلقوا عليه اسم الدومري تعزيز التواصل الاجتماعي الطبيعي بعيدا عن الإنترنت وأجهزة المحمول، في مسعى لإعادة الألق للعلاقات الاجتماعية والحوارات الفكرية الهادفة. هذا ويحظر المقهى على رواده استخدام الإنترنت والأجهزة الذكية من أجل نجاح التجربة. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. في سباق مع الزمن تبذل الكويت جهوداً لوضع نهاية لمشكلة أكبر مقبرة للإطارات المطاطية التالفة في العالم التي تراكمت منذ سنوات وتشكل خطراً على البيئة والصحة العامة. المقبرة الواقعة في منطقة أرحية تحتوي على 50 مليون إطار، وتعود خطورة هذه الإطارات التي تجمعت خلال أكثر من عقدين لتسببها بمشاكل بيئية جراء أعدادها الهائلة وديمومتها وفترة استخدامها، فضلاً أنها تحتوي على مكونات مضرة بالبيئة ونشوب الحرائق فيها. بادرت الدولة بإنشاء مصانع لتقطيع الإطارات وتصديرها والاستفادة منها في إعادة التدوير أو في قطاعات صناعية أخرى، ودعت الجهات المسؤولة إلى فتح المجال أمام المجتمع للتطوع في المساهمة بالمحافظة على البيئة، ودعوة شركات النقل الكبرى وشركات المعدات الثقيلة للمساهمة ضمن المسؤولية الاجتماعية للإسراع في التخلص من تلك الإطارات بشكل سليم ومفيد.
Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة من حلقات الأمراض التي تخص العظام. كثير من الناس اللي بيترددوا على عيادة العظام بيجيب شكوى، والله جسمي كله أو عضلات جسمي كلها بتنقح علي، أو حاسس والله عظمي كله بضرب علي، يعني جسمه بالكامل، مفاصلي يا دكتور والله بتألمني، مفاصل إيدي رجلي راسي رقبتي أسفل ظهري. لما يجيني مريض بالشكل هذا على طول مباشرة أنا بأشك أنه يكون عنده نقص في فيتامين د، وأيضا كمان ممكن يكون عنده نقص في فيتامين B12. طيب هالأشياء هذه كيف بنعرف؟ على طول مباشرة بنعمل تحليل بنجد أنه مثلا نقص في فيتامين د. طيب ما هو العلاج؟ يعني في أكل أو مأكولات كثيرة فيها فيتامين د، لكن هل هو يصل إلى الكمية الكافية لأجل أنه والله يعوض تعويض المريض بحيث أنه يتماثل إلى الشفاء؟ أنا بقولكم ما زال لحد الآن لا يصل إلى مستوى الشمس الطبيعية، خاصة في بداية النهار اللي هي موجود فيها ما يسمى بالألترا فيولت ريز، اللي هو أشعة فوق البنفسجية أو الأشعة اللي فوق البنفسجية اللي على طول مباشرة تسقط مباشر على الجلد وبتحفز فيتامين دال الغير نشط اللي موجود تحت الجلد بحيث يبدأ نشط، ومن ثم يدخل في عملية أيض الكالسيوم أي الاستفادة من كميات الكالسيوم اللي موجودة في داخل الجسم، بحيث والله لأنه الكالسيوم مهم للعضلات والعظام والأعصاب. عشان هيك المريض بيجيني بيقول لي والله ما جسمي كله حاسه بألمني، عضلاتي كلها بتنجح علي، عظمي كله حاسه أنه في ألم، مفاصلي كلها بتضايقني. ليش؟ لأنه إيش بيخش في كل هالأشياء هذه في العضلات والعظام والأعصاب. فلذلك الحل المباشر تعرض المريض إلى الشمس، وخاصة الشمس الصباحية إلى الساعة 12 الظهر، لأنه بعدها لن يستفيد من أشعة الشمس. طيب لنفترض المريض بتعرضش، وغالب الناس للأسف الشديد بتظل من الساعة 7 الصبح في العمل إلى الساعة 7 مساء، طب شو الحل؟ الحل انه نعطيه دواء اللي هو ما يسمى بفيتامين دي 3، هذا هو في الحبوب وفي الأمبولات او الابر. الابر ممكن انه ياخذها في العضل وممكن انه يكسرها ويشربها. طبعا الجرعه الاوليه لما يكون عنده نقص في فيتامين د، الجرعات الاوليه عباره عن 6 ابر، كل اسبوعين بضرب ابره في العضل. هذا أولا. ومن ثم بعد الثلاث شهور الأولى من العلاج وأخذ الدواء بصير كل شهر ياخذ أمبول، تمام. وبالنسبة لفيتامين B12 أيضا يعوض بالأمبولات B12 أو فيتامينات B المركبة، سواء B1 B6 B12، هذه كلها مهمة وخاصة للأعصاب، فلذلك تعطى في العضل كل يوم أو كل يومين فترة أسبوعين أو 3 أسابيع إلى أن يتماثل المريض إلى الشفاء. وجزاكم الله كل خير.